هل تجد أنه تكليف السيد محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة في رحلة أنا قلت عنها فيها مجازفة كبيرة، هل سيكون هذا التكليف مدخلا للحل أم أننا ننتظر مفاجآت قد تحصل خارج الحسابات؟ هنالك طرفان، الطرف المتظاهر والطرف الآخر الكابينة السياسية. هنالك عدم يعني ما لابد أن يكون حلول وسطية، الحلول الوسطية تكمن بالناس الخير. كل أخواننا السياسيين تطرقوا بكثير كلهم عن أنه إحنا فشلنا وبفشلهم يجب أن يقول يا بات أنا أسمح لي فلان من الناس أنه يقود المرحلة وحتى بس هذا بس الكلام يعبر عن شيء وفي داخلهم شيء آخر. الآن توصلنا إلى أنه رئيس الجمهورية كلف الأستاذ محمد علاوي، ومحمد علاوي أنا أعرفه بالدورة الثانية كان نائب وبعدها نعم صار وزير، وهذا الإنسان أنا متأكد من عنده أنه إنسان نزيه، والدليل على أنه نزاهته هو اتهم باتهامات باطلة وذهب إلى القضاء سوة بين الناس الآخرين إن لم تكن معي فأنت ضدي، وبعدين برأ ساحته وإنسان جاد وإنسان واقعي وممكن أن يقود المرحلة، والمرحلة هي اللي يجيب هذه المرحلة هو إنسان مضحي، لأنه هذه المرحلة أصلا خطرة ومسألة. لذلك هذا أستاذ مظهر يقودني للتعليق على ما قلت حضرتك. اليوم العراق ليس بحاجة إلى حلول وسطية، لأننا قد جربنا الحلول الوسطية وما أنتجته الحلول الوسطية. نحن اليوم، هل تعتقد نحن اليوم بحاجة إلى رئيس وزراء فدائي يخترق هذه المنظومة السياسية ليفككها ويحارب فاسديها؟ الحرب مع المنظومة السياسية ليست بالسهل، ولذلك أنا قلت رئيس وزراء فدائي. نعم وأنا أقول لك الحرب بهذه الطريقة يكاد يكون يصل إلى درجة الفشل. لا شلون؟ الطريقة الأفضل أنه يكون رئيس وزراء نزيه وجدي وواقعي وينفذ 50% من الوعود اللي أفرضها على نفسه. يعني أنا أقول لك هسه أنا بمحاربة الفاسدين، يعني محاربة نصف السياسيين الموجودين أو أكثر. وشنو المانع؟ وبالتالي شنو المانع؟ وبالتالي ماكو مانع، بس المحاربة بهذه الطريقة تكاد تكون تقع بالإنسان اللي هو راح يكون أمام هذه الهجمة اللي هي هجمة تكون شرسة عليه. وبالتالي أقول أنا أكو أشياء إحنا صار لها مثل ذاك اللي يقول 16 سنة أو 17 سنة بدأت السنة 17، هذه الأشياء الفساد خلينا نوقفه ونحاسب بعد سنة من يجيني مجلس نواب على أساس القانون الانتخابات وأن يكون جدي في انتخابات صحيحة، ويجيني وفق هذا القانون تكون نسبة النجاح عندي أكثر من 70% بهذه القانون، وأن تحدد مدة يعني ما راح يسوي رئيس الوزراء أن يحدد مدة الانتخابات أن يقر هذا الانتخاب أن يقر هذا القانون ويوقع عليه وصادق رئيس الجمهورية تمام ويقرون الموازنة، يقر الموازنة حتى الموازنة تقر بهذه ويسير عمل البلد، لأنه هنالك وقوف تام للحركة بالبلد من ناحية الزراعة والتجارة والصناعة وكل شيء، وبالتالي طيب هذا طيب البناء كله متوقف بسبب وجود التظاهرات. رئيس الوزراء إذا قررنا هذن الثلاثة وحددنا موعد الانتخابات على رئيس الوزراء بعد أن يحدد موعد الانتخابات وفق المادة 94 من الدستور، قدم إلى رئيس الجمهورية طلب بحل البرلمان حتى ما يكون عليه ضغوطات أخرى، وبتبقى عن فترة الانتهاء المدة 60 يوم، لأن هي 60 يوم تبقى فترة بدون برلمان، وبعدها من يجينا مجلس نواب على ذيك الساعة المواطن والمتظاهر طيب هو المسؤول عن هذا النائب اللي راح يجيبه.